السلام عليكم، انا سحر بدر. ان شاء الله النهارده هشرح لكم الابجديه الالمانيه. اللغه الالمانيه ما هي صعبه ولا حاجه، لكن محتاجه بس شويه مجهود من الشخص ان هو يتعلمها ويواظب على دراستها. الابجديه الالمانيه بتتكون من 26 حرف. هبدا معاكم بالحرف ومعاه مثال عشان يكون الموضوع عملي اكتر. ابفل ابفل ابند ابند. أبفل بمعنى تفاحة، أبند بمعنى مساء، بي الحرف خفيف جدا، بي بود بود، بان بان بود بمعنى خبز، تي تي تسنت تسنت اللي هي السنت اللي هي الفكة اللي موجودة في العملة الألمانية، دي دي دخ دخ بمعنى سقف، ايه عارف لما تقول لحد كده ايه في ايه، يعني كده عندنا بالعاميه المصريه فنقولها اسن اسن بمعنى الاكل. وفي مدينه المانيه على فكره اسمها اسم، اف اف فراجه فراجه بمعنى سؤال، جي جي جلد جلد معنى فلوس، ها ها هازة هازة أنا أرنب، إي إي إيش إيش معنى أنا أي. بعدنا في 3 حروف كده بس نبقى واخدين منهم كده، اللي هو حرف الأ والأي والإي، أ أي إي، يوت يوت، ياكا ياكا بمعنى جاكيت، كا كا كيزه كيزه معنى جبنه، كاتوفل كاتوفل معنى بطاطس او بطاطا، ال ال لايشت لايشت ده صفه بمعنى حاجه سهله، ام ام مانتل مانتل معنى جاكيت، ان ان نازه نازه معنى مناخير او انف، او او كلمة او او معنى اذن، اوبن اوبن معنى فوق، اوبن بي الحرف ده نحاول نتقله شوية، احنا بننطقه في النطق نجيب معاه همس كده او حرف الهاء واحنا بننطقه زي ما اقول كده، بي 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 زي كلمة بابير بابير بمعنى ورقة، بابير، كو كو زي كلمة كده، كفلر كفلر بمعنى مصدر، ار ار زي كلمة غتن غتن بمعنى جرزان اللي هي الفيران الكبيرة ديت، اس اس زي كلمة زلتس 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 بمعنى ملح. على فكرة حرف الاس في اللغة الألمانية بتنطق في البداية وفي النص زي لا زي اللغة العربية، أما في نهاية الكلمة بتنطق اس. وإن شاء الله في حلقات تانية هكلمكم عن الموضوع ده. تي تي زي كلمة توخ توخ بمعنى منديل، توخ، أو أو زي كلمة أو أو معنى ساعة، فو فو، فازة فازة، في في الحرف ده حاولوا بقى تجيبوه زي ما انا جايبه كده، في 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 الحرف ده كده نطقه زي حرف الفاء عندنا في اسم فين، تقيل كده شويه بالنطق بس ننطقه كده، في في زي كلمه فيتا فيتا معناها طقس، فيتا، في في بمعنى من للعاقل، اكس اكس تاكسي تاكسي معنى تاكسي، او مكسا مكسا اللي هو خلاط، يبسلو يبسلو الحرف ده اسمه كده تمام، ولكن لما نيجي ننطقه في الجملة بيكون نطقه زي حرف الياء، زي ما اقول كده على سبيل المثال، يونجا يونجا بمعنى فتى او شاب، يونجا، يوجا يوجا، يمن يمن، تت تت
زي كلمة zeit zeit اللي هي الوقت، zahl zahl اللي هي الوقت، zahl zahl معنى عدد. كده الأبجدية خلصت 26 حرف. في عندنا كده 3 حروف موجودين في الألماني اسمهم حروف الإمالة اللي هم الأوملاوت. أوملاوت الحروف دي بنكسر وبنضم فيها بقنا واحنا بنتكلم. الحرف بيبقى ساعات بالنسبة لبداية الطلبة بيكون صعب في النطق شوية، لكن هو مش صعب ولا حاجة، لو حطيته في كلمة هيبقى الدنيا تمام جدا معاك. ايه ايه بصوا كده بتنزلوا بقكم كده وانتوا بتنطقوا ايه ايه، دي كلمة ابفل. ايه ابفل 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 معنى تفاح. ميتشن 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 ابفل ابفل ميتشن ميتشن. ايه ايه الحرف التاني، حرف بيتنطق كده ايه ايه، خلوا بالكم من تدويرة البق كده واحنا بننطقها ايه ايه، زي مثلا كلمة اوسترايش 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 النمسا، وزي كلمة شون شون معناها جميل. تاني نطق الحرف او او زي اوسترايش 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 شون شون. الحرف الأخير بنضم بقنا فيه خالص جدا يعني، بقول كده او او او، البق بيكون مضموم جامد جدا. حاول كده يبونج 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 معنى تدريب. اي اي او 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 او. اتمنى اكون افدتكم بالفيديو ده، وان شاء الله هحاول اعمل لكم فيديو تاني عن بقيه نطق الحروف في اللغه الالمانيه. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.